السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعين قناة إنجليزي كل المراحل وبكل طلاب سنة رابعة ابتدائي. النهاردة إن شاء الله أولى فيديوهات شرح منهج كونكت فور للصف الرابع الابتدائي 2025 من كتاب المعاصر. النهاردة هنبدأ مع بعض أول شرح من دروس الترم الأول. يا رب تكون بداية خير عليكم كلكم وتكون بداية سنة مليانة بالتوفيق والنجاح يا رب. تعالوا كده نبدأ النهاردة إن شاء الله هندرس مع بعض يونت 1 لسن 1 الدرس الأول من الوحدة الأولى. هنبدأ يلا بسم الله. ندوس بس لايك من فضلكم علشان الفيديو يظهر ونبدأ على طول بالدرس الأول. يلا بسم الله. هنشيل كراسة الانتر اكتف نوت بوك دي كراسة التفاعلية وهنشرح من المين بوك من الكتاب الأساسي. أول حاجة اليونت بعنوان I أنا feel أشعر good. أنا أشعر إن أنا بحالة جيدة. يلا نشوف كلمتنا. أول كلمة معانا هي كلمة فراخ أو دجاج. أكيد كلنا بنحب الدجاج. الدجاج اسمه ها، بس قبل ما نقرأ الكلمة السي مع الاتش بتديني صوت شا شا شا. عارفين كده البطاطس لما بنحطها في الزيت ونحمرها تديني صوت تش. السي مع الاتش chicken chicken دجاج chicken. السي مع الاتش ادتني صوت تشع. والاي والسي مع الكي بتاخد صوت حرف الكي chicken دجاج. طيب العنب اسمه ايه؟ grapes grapes grapes. الجه صوت حرف الجي جه جه grapes. طيب اللبن اسمه milk milk لبن. البصل اسمه onions onions onion onion بصل بصلاية واحدة. الاس دي بقى اس الجمع onions onions. طيب المانجا اسمها ايه؟ mangoes mango مانجاية واحدة والجمع mangoes. بنانا موز بنانا موز بنانز جمع اهو بنانز. رز رايس رايس رز رايس. قصب السكر نبات قصب السكر اسمه شجر كين. خلي بالك السي هنا دي بنطقها كأنها حرف الكاف والاس يو دي اهي كأنها ش ش شجر 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 كين قصب السكر شجر كين. خلي بالك الاي الحرف الغلبان اللي بيضحي بصوته بنكتبه بس ما بننطقوش. طيب البطيخ اسمه ايه؟ واتر ميلون واتر ميلون. خلي بالك التي هنا جت بين حرفين متحركين. وانت شاطر ومتابع قناة انجليزي كل المراحل وعرفتك ان التي لما بتيجي بين حرفين متحركين بننطقها كأنها دال كده شوية. بص هنا حرف الاي متحرك وحرف الاي متحرك علشان كده قلت ايه؟ واتر ميلون واتر ميلون. هنا البطاطس برضو التي اقدر انطقها بوتيتوز واقدر انطقها بوتيتوز بوتيتوز تمام؟ طيب تعال نشوف يعني ايه مصري. مصر ايجيبت البلد. طيب شخص مصري استنى الاول التي والاي والاي التلات حروف دول التلات حروف دول لما بيجوا جنب بعض بيتنطقوا بصوت حرف الشين ايجيبشن ايجيبشن ايجيبشن. مصري ايجيبشن معناها مصري ايجيبشن ايجيبشن مصري. الطعام اسمه فود فود. طيب لما يكون الطعام جاهز لما بنعمل الاكل وخلاص بيبقى جاهز هنقول عليه ready ready. فاكهة او فواكه fruits fruits fruits. بلد country country. السي بنطقها بصوت حرف الكاف country بلد. خلي بالك الواي شبه صوت حرف اليه كده بالعربي. طيب صحي او سليم يعني الاكل ده صحي مفيد لجسمنا
التي والاتش بيتنطقوا بصوت حرف السه. هيلثي هيلثي. لما يكون الاكل طعمه لذيذ فبقول عليه يامي او يام. لما اعمل اكل مميز حاجه خاصه فبقول عليها استنى السي والاي والاي الثلاث حروف دول لما بيتكتبوا ورا بعض كده بيتنطقوا بصوت حرف الشين. سبيشال 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 مميز او خاص. فيجيتابلز يعني خضروات، ولو كلمه كبيره كده اقدر اقطعها احلل الكلمه كده لمقاطع صوتيه زي في العربي عندكم في في اي جي جي اي وبعد كده كلمه تيبل اللي هي ترابيزه في جي تابلز فيجيتابلز خضروات بس فيها اس الجمع. درينكس مشروبات درينكس 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 مشروبات اس الجمع كمان. تعالوا بقى نشوف احنا عندنا 3 ميلز في اليوم ثلاث وجبات. الميلز معناها وجبات. وجبه الفطور اسمها بريكفاست 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 يعني الفطار بريكفاست. وجبه الغداء لانش لانش. وجبه العشاء دينر دينر. طيب تعالوا نروح لبيج 18 وناخد مع بعض تصريف الافعال. كل درس هناخده هنعرف فيه كده شويه تصريف الافعال، هنحوش في مخنا كده، هنعتبر مخنا حصاله ونحوش فيه مجموعه افعال جديده. الافعال في منها المضارع ومنها الماضي. الفعل المضارع ريز يربي ريز يربي، وخلي بالنا ان الاس هنا بنطقها بصوت حرف الزد ريز يربي. والماضي منها ريزد ريزد ريز يربي. خلي بالكم الاس هنا جت بين حرفين متحركين، جت بين الاي وبين الاي فنطقتها زد تمام. ريز يعني زي الفارمرز مثلا، المزارع بيربي الدجاج ريز. الماضي منها ريزد الماضي منها ريزد. طيب تعالوا بعد كده نشوف ينتج بروديوس ينتج بروديوس. الماضي منها بروديوسد بروديوسد. يزرع او ينمو جرو جرو. الاو مع الدبليو بتديني صوت او جرو. والماضي منها جرو جرو جرو. ميك يصنع او يعمل حاجه والماضي منها ميد. يعتقد او يفكر ثينك ثينك. التي مع الاتش ادتني صوت حرف السه سه سه ثينك. الماضي منها ثوت. الجي مع الاتش ده ما بنطقوش، الجي والاتش الحرفين دول ما بنطقهمش. خلي بالنا في افعال ريجولر وافعال ايريجولر. احنا عندنا ارجعوا كده الفيديو زمن الماضي البسيط هتعرفوا كل حاجه عن الزمن ده، ان هو فيه نوعين من الافعال، افعال منتظمه افعال ريجولر بتسمع الكلام بضيف لها نهايات زي دي واي دي واي اي دي، وافعال تانيه ايريجولر ما بتسمعش الكلام بحفظها زي ما هي واسمها الافعال الشاذه. طيب وكمان انا مجمعه لكم في فيديو كده كل الافعال الشاذه اللي اقدر استخدمها في اللغه الانجليزيه كلها. تعالوا نشوف بقى الامبورتنت اكسبريشنز اند بروبوزيشنز، اهم التعبيرات وحروف الجر. هي كلمه لذيذ يعني ايه اصلا؟ خلي بالكم السي والاي والاو احفظوا الحاجات دي يا اولاد هتسهل عليكم قوي في حفظ الكلمات. الثلاث حروف دول برده لما بيجوا ورا بعض كده بنطقهم بصوت حرف الشين. delicious 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 يعني لذيذ. look مش معناها ينظر، معناها يبدو. لما بص كده على الاكل واقول ده شكله كده يبدو لذيذ. look delicious look delicious يبدو لذيذ delicious. طيب يعني ايه ياتي ياتي come؟ السي هنا بنطقها بصوت حرف الكاف. come from ياتي من. هيا بنا let's let's يعني هيا بنا let's يعني هيا بنا، وهي اصلها على فكره let us let us هيا بنا. هنقولها في الجرامر ايه الجرامر بتاعتها ماشي. let's معناها هيا بنا.
تعالوا نشوف يعني ايه لما اقول لحد حد يقول لي حاجه واحس ان رايه صح وانا موافقه الراي فبقول له that's right. That's right. هذا صحيح. خلي بالك الجي والاتش ما تنطقهاش. Silent. Right. Right. What else؟ يعني لما بسال حد في حاجه وبيرد وبقول له طيب وايه كمان؟ ماذا ايضا؟ What else؟ What else؟ طيب تعالوا بقى نحل زي ما عودتكم في قناة انجليزي كل المراحل ان انا بحل معاكم كل الاسئلة حتى اللي بين السطور وبين الصفحات. يلا دلوقتي احنا في بيج 18 ولو كنت نسيت اللايك ياريت من فضلك تدوس لايك دلوقتي. يلا بينا. اول حاجة احنا هنختار نمبر 1 we made. احنا بنصنع الشيبس البطاطس الشيبسي from من ايه؟ ها بنصنعها من ايه؟ من البوتيتوز من البطاطس. طيب نمبر 2 I drink. انا بشرب a glass of. كوب من الايه؟ ها اكيد طالما قلت glass طالما قلت كوب فمش هينفع اقول كوب من البصل من onions او البنانز او الرايس. كوب من الملك. طيب رقم 3 we احنا ايه؟ chickens. احنا ايه؟ الدجاج. بنعمل ايه؟ الدجاج. To get لكي نحصل على fresh eggs على بيض طازج. We raise بنربي. We raise نربي. طيب number 4 ال watermelon and البطيخ وايه are my favorite fruits. favorite يعني المفضل الفاكهة المفضلة اكتر حاجة بحبها. فانا هدور اكيد على نوع من الفروتس. نوع من الفروتس هنا ايه؟ هنا الفروتس الجريبس العنب. يلا بينا نروح بقى على بيج 19 وتعالوا نقرا معانا درسنا. الكونفرسيشن بتاعتنا او المحادثه بتاعتنا دي هنا في البيت وتعالوا نشوف كده. هنا المحادثه بين ماجد ووالدته. تعالوا نشوف. بصوا هنا بيقول ايه. Where are mom and ماجد. يلا نشوف. الام بتقول ايه؟ lunch وجبه الغداء إذا تكون ready جاهزة يعني الغدا جاهز. I أنا امشي معايا بالقلم كلمة كلمة وركز. I أنا made. أنا عملت some بعض شوية special food الطعام المميز for us لنا. تمام. طيب هنا بقى ماجد بيقول لمامته إيه؟ مام يا ماما it looks delicious. انه يبدو لذيذ. استنوا بقى هي ايه هنا يقصد بيها ايه؟ يقصد بيها الفود. ليه؟ علشان ايه ديت هي ضمير معناه هو او هي لغير العاقل بعبر بيها عن حاجة غير عاقل. فهنا قال على الفود ايت. خلي بالك قال على الفود ايت والفاعل ايت لازم يجي الفعل بعده اس. لازم يجي معاه الفعل في حرف الاس. ايت لوكس. It looks. إنه يبدو. It looks. إنه يبدو لذيذ. Delicious. It looks delicious. خلي بالك أهو الفاعل هي أو she أو it بيحبوا حرف الإس قوي. لازم بعدهم الفعل يجي فيه حرف الإس. هنقولها وإحنا بنحل. بعد كده رحت مامته بقى قالت فرصة بقى وقالت تسأل. قالت له إيه؟ which دي معناها اي. كاني بقول لك انهي كده انهي طعام. which food انهي طعام comes from بياتي من our country من بلدنا. do you think هل انت عارف يعني ايه؟ فكر كده. فهو بيقول لها I think انا اعتقد كده وان احنا grow بنزرع الرايس الرز in Egypt بنزرع الرز في مصر. مامته ردت عليه وقالت له yes ايوه that's right برافو عليك هذا صحيح. what else وايه كمان؟ قال لها بيفكر بقى كده وبيقول لها I think انا اعتقد we raise ان احنا بنربي chickens in Egypt بنربي فراخ في مصر. قالت له yes ايوه and tomatoes وطماطم and onions وبصل Egyptian farmers الفلاحين المصريين produce بينتجوا many things أشياء عديدة أشياء كتيرة. you see اللي انت شايفها on this
تيبل على هذه الترابيزه. ليتس ايت، يلا بينا ناكل. طيب تعالوا كده بقى، يلا نحل. درسنا سهل وجميل قوي، تعالوا نحل علشان نفهم اكتر واكتر. خلي بالك لو انت عايز تبقى شاطر في الانجليش لازم تحل وتمارس لغه صح. يلا بينا قناه انجليزي كل المراحل بامر الله هتساعدك على كده ان شاء الله. هحل معاك كل تدريبات كتاب المعاصر، يلا بينا. احنا دلوقتي ده سؤال الليسننج، طبعا الليسننج التيتشر بيقول لك الحاجه وانت بتسمعها ويا دوب بتحط السيركل عليها. يلا هنبدا من اول حاجه رقم 2، سؤال مديك كلمات ومديك تكست كده والمفروض تكمل بيها. عشان احل السؤال زي ده اعمل ايه؟ اقرا كلمه كلمه واعرف معناها وابدا اقرا بقى التكست. يلا بينا. اول حاجه بيقول لي ايه؟ فروتس الفواكه جرو بتنمو بتتزرع يعني in different times في اوقات مختلفه of the year من السنه. خلي بالك وامشي معايا بالقلم كلمه كلمه. وي احنا ايه بقى؟ different kinds انواع مختلفه of them من الفواكه دي in Egypt. احنا بنعمل ايه؟ ايه الفعل اللي ينفع مع الفاكهه؟ احنا بنعمل ايه في الفاكهه؟ we grow نزرع. نزرع، احنا بنزرع انواع مختلفه في مصر. طيب mangoes and ايه are delicious fruits. استنى كده بيقول لك فاكهه لذيذه، يبقى انا هدور على فاكهه. في ايه هنا من الكلمات فاكهه؟ grapes عنب، يبقى دي رقم 2. طيب بعد كده وي احنا جت بنحصل على الايه؟ from sugar cane من قصب السكر. بنحصل على الايه؟ على السكر، على السكر من نبات قصب السكر. طيب بعد كده بيقول لي رقم 4 بقى، ايه هاف امبورتنت فيتامينز، ايه اللي فيها فيتامينات مهمه ذات ار جود، اللي هي مهمه فور اور هيلث لصحتنا. اكيد الفروتس، الفروتس الفواكه. طيب يبقى الفواكه دي رقم 4. السؤال الثالث بقى ده الباسج، ده القطعه مهمه قوي. حل القطعه من القطعه نفسها يا ولاد، يعني القطعه مش من مخك خالص، انت بتقرا القطعه، بتقرا السطور نفسها، تبدا تحل الاسئله من القطعه نفسها. هنا القطعه احنا مش هنقراها علشان هي نفس اللي جت شويه في الدرس، في منها من الدرس، فاحنا هنحل الاسئله ونطلع منها الحل. تعالوا نشوف رقم 1 دي اندر، عشان وقت الفيديو بس. دي اندرلاين وورد، الكلمة اللي تحتها خط delicious. delicious طالما لقيت في القطعة كلمة مكتوبة باللون الاسود التقيل ده كده ومحطوط تحتها خط، اعرف انه هيسألك عليها. وهو بيقول لك means، means يعني معناها، يعني كأنه بيقول لك معنى كلمة delicious. ايه بقى من الكلمات اللي هو مديها لك دي؟ تدور على اقرب معنى ليها، تمام؟ delicious معناها لذيذ، اقرب معنى ليها كلمة yummy، يبقى yummy زي معنى delicious. طيب رقم 2 farmers المزارعون، ريز بيربوا، بيربوا ايه؟ to get eggs. خلي بالكو ممكن يربوا الكاوز الابقار والشيب الخرفان والتشيكنز الدجاج والجوت الماعز، بس اقرا الجملة الاخيرها، هو بيقول لي to لكي علشان get نحصل على الايجز. بنحصل على الايجز من مين؟ من التشيكنز، من الدجاج، يبقى احنا بنربي التشيكنز علشان نحصل على البيض. تعالوا نتنقل لبيج 21 ونقرا السؤال ده. Why are farmers very important؟ Why معناها ليه؟ لماذا؟ بسأل بيها عن السبب. خلي بالك مهم قوي ابقى عارف معنى ادوات الاستفهام. Why دي معناها ليه؟ لماذا؟ ليه الفارمرز، ليه الفلاحين بيكونوا very important، بيكونوا مهمين جدا. تعالوا نروح للقطعة، احنا اتفقنا ان حل القطعة من القطعة نفسها. يلا كده نشوف، جايب لي اهو بيقول لي ايه؟ farmers are very important to us، مهمين جدا لينا. ليه بقى؟ خلي بالكم انا الاول هرد على why بكلمة because، بسبب، علشان. كلمة because دي معناها علشان، بسبب، because، ها because ايه بقى؟ وابدأ اكتب نفس اللي مكتوب بالظبط. they هم، زي دي يقصد بيها الفارمرز. they produce بينتجوا a lot الكثير of food من الطعام for us لنا to eat لكي نأكله اهو، تمام. وكمان they grow rice in Egypt، بيزرعوا رز في مصر. they also grow vegetables، تمام. اقدر اجاوب اهو الكلمة دي، الجملة
دي كلها كده تبقى إجابة رقم 3. رقم 4 summarize. summarize يعني لخص. عارف كده لما أقولك أنت قلتلي story مثلا أو قلتلي حاجة كتيرة، فأنا بقولك لخصها لي طيب كده في جملة واحدة. summarize the second، لخص السكند باراجراف، الباراجراف الثاني in one sentence، في جملة واحدة. تعالوا نشوف فين الباراجراف الثاني. بصوا ادي القطعة عندي اهي، دي كده شايفين الجزء ده اللي هو اخره فول ستوب، تحسوا كده ان في فاصل بينه وبين الجزء الثاني. ده كده ده الباراجراف الاول، ده الفيرست باراجراف، ده كده السكند باراجراف. بيقول لي فيه ايه؟ ابدا اقراه واشوف ايه اهم جملة فيه. My uncle is a farmer. عمي مزارع. He works hard. بيعمل بجد on his farm، في مزرعته. I like to visit him every summer. أنا بحب أزوره كل صيف. My cousin ابن عمي helps him. بيساعده on the farm، في المزرعة. I like to help them. أنا بحب أساعدهم. To أيضا it's interesting. يعني ده شيء شيق. They grow many kinds of delicious fruit. هما بيزرعوا انواع كتيره من الفاكهه اللذيذه. وي جيت فريش مانجوز، احنا بنحصل على مانجا طازه. فروم ذا فارم، من المزرعه. افري يير، كل سنه. ذير ار ديفرنت انيمالز، بيوجد حيوانات مختلفه. اون هيز فارم، في مزرعته. لايك جوتس، زي الماعز. كاوز، الابقار. انا دونكي ودونكي. فاقدر اقول ايه اكتر جمله مهمة اقدر اقول؟ ان ممكن اقول ايه؟ اقول my uncle is a farmer. تنفع على فكرة، بس تنفع وتبقى صح جدا. my uncle works hard on his farm. تنفع جملة تانية، اي جملة تلخص لي الباراجراف كله. يلا نحل رقم 4. رقم 4 بيقول لي اختار الاجابة الصح. number 1، نمبر 1 بيقول لي ايه؟ ايه هو اللي جرو فيجيتابلز، اللي بيزرع الخضروات فور اس تو ايت، لنا علشان ناكله. مين هم اللي بيزرعوا؟ الفارمرز. اربط بين حاجه وحاجه، اربط دايما بين المزارع وبين الفعل يزرع. فارمرز جرو، المزارعين يزرعوا. طيب رقم 2، وي بروديوس، احنا بننتج فيجيتابلز، خضروات. لايك هنا معناها مش يحب، معناها مثل، زي. زي ايه الخضروات؟ بيقول لي and potatoes، والبطاطس خضروات. زي ايه؟ زي الانيونز. انيونز معناها بصل، تمام. طيب رقم 3، breakfast، الفطار. is my favorite. ايه هو ايه المفضل عندي؟ ميل، وجبتي، وجبة. ميل، وجبة، وجبة مفضلة. احنا عندنا 3 meals في اليوم. طيب رقم 4، the food looks. ذا ألف ولام، الطعام. looks يبدو delicious، يبدو لذيذ. and smells good، ورائحته جيد. طيب يلا نشوف بقى هنا رقم 1، بيقولي orange juice. orange juice، عصير البرتقال. is my favorite، هو ايه المفضل عندي؟ هو الجوز ده عصير، يعني عبارة عن مشروب، والمشروب معناه drink معناها يشرب، ومعناها مشروب. رقم 2 بيقول لي nut and mangoes are my favorite fruits. fruits يبقى انا هقول له فاكهه تانية. ايه الفاكهه من الاربع اختيارات اللي عندي؟ watermelon. رقم 3، he is a farmer يعني هو بيكون مزارع. هو ايه بقى الرايس، الرز؟ on his farm، في مزرعته. he grows هو بيزرع. رقم 4، الفارمرز، المزارعين. ايه؟ many vegetables every year، يعني خضروات كتيرة كل سنة. produce يعني بينتجوا. هنا سؤال البنكتويشن، احنا قلنا ان لازم اول حرف في بداية الكلام لازم يكون capital letter، لازم اول حرف في بداية الكلام لازم اكتبه كابيتال ليتر. هنا اول حرف، حرف الاي، سواء جمله او سؤال لازم اكتبه كابيتال ليتر. هنا ايجيبشن فود از يامي، هنا اعرف منين انها جمله او سؤال؟ من اول كلمه هي اللي هتحدد لي. اول كلمه هنا فاعل، الطعام المصري يكون لذيذ.
فاحط في الاخر فول ستوب لان دي جمله، واكتبها كده في سيركل علشان المصحح يشوفها. اخر سؤال معايا كتابه الباراجراف، وفي طبعا على القناه في حلقه بس على ازاي اكتب باراجراف. الباراجراف عباره عن جمل، فانا بكون جمله صح، اهم حاجه بعرف تكوين الجمله بتتكون من ايه واعرف اكتب باراجراف ازاي. اول حاجه لازم اراعي ان لازم اول كلمه في بدايه الباراجراف تكون كابيتال، لازم اول حرف اول ليدر فيها يكون كابيتال ليدر، وانهي كل جمله بفول ستوب، وابدا الجمله الجديده الثانيه بحرف كابيتال برده وانهيها بفول ستوب، واكون مكون الجمله بفاعل وفعل، واعمل كل جمله بنفس الطريقه. تعالوا هنا، هو بيقول لي عن الفود ان ايجيبت، عن الطعام في مصر. طيب باراجراف الطعام في مصر اقول ايه؟ تعالوا نروح لبيج في كتاب المعاصر، لبيج 243، ده مجمع لي الباراجرافات كلها. بصوا تعالوا نقرا مع بعض ونحلل كده الباراجراف ازاي. هنا اول حاجه قال لي ايه؟ اول حاجه هبدا كده بفاعل ايجيبشن فارمرز، المزارعين المصريون، دول ده كده فاعل، الكلمتين دول دي صفة وده المزارع، الاتنين دول كده فاعل. ها الفعل فين بقى؟ produce، بينتجوا ايه؟ اشياء كتيرة. بقول كل الصفة الاول many things، حطيت نقطة كده كتبت جملة. ابدأ جملة تانية جديدة بحرف كابيتال، عايز اقول بقى هم بيزرعوا الكثير من الطعام لنا علشان ناكله. ذي بدل ما اقول ايجيبشن فارمرز تاني راح عمل ايه؟ كتب ذي اللي هي معناها هم، بدل اسم الجمع كتب ذي، خلاها هي الفاعل. تمام، في الاول خلى الفاعل ايجيبشن فارمرز، طب في تاني جمله خلاها ذي، هم جرو بيزرعوا الوت اوف الكثير من فود الطعام، فور لنا فور اس تو ايت لكي ناكل. جملة ثالثة أبدأها بحرف كابيتال تاني وأقول they هم grow بيزرعوا فاعل وفعل rice بيزرعوا رز full stop. أبدأ جملة جديدة بحرف كابيتال تاني وهقول they هم grow بيزرعوا vegetables خضروات and fruits وفواكه. جملة كمان they هم raise بيربوا chickens الدجاج to get eggs لكي يحصلوا على البيض and meat واللحم. كده خلصنا، يا رب اكون قدرت افيدكم. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو وركزوا. تعالوا نشوف بقى في كراسه الانتراكتيف نوت بوك ناخد الهوم ورك بتاعنا. في كراسه الانتراكتيف نوت بوك، الكراسه التفاعليه دي، هنفتح بيج 4. بيج 4 عندي الكلمات هنا بتاعه ليسن 1، الهوم ورك اهو ديت الكلمات اهي. بصوا يا اولاد عباره عن ايه؟ ان انا عندي الكلمه بالعربي واحاول اكتبها بالانجلش. هنا رز اكتبها رايس، ر حرف الار، اي حرف الاي، رايس السي والحرف الاي في اخر الكلمه بكتبه وما بنطقوش، وابدا احط الكلمه في جمل من دول. يعني مثلا وي هاف رايس فور لانش، احنا عندنا رز للغدا. يا رب اكون قدرت افيدكم. باي باي.